السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير ومتعد. طبعا جايكم الفيديو اليوم، راح يكون رسم تلفزيون هيك ومكانه، والميز والهول او غرفة الاستقبال، شو تسموها بلغتكم او بلهجتكم. طبعا اذا عجبك الانترو اضغط لايك في الفيديو، حتى رسمة اذا عجبتك اضغط لايك على واحد من عندهم، مثلا تضغط لايك. نبدأ الرسم. طبعا راح اقطع بالفيديو لان خاف شحن تليفوني يخلص وما اقدر اطبل بي، فيمكن راح اقطع بالفيديو. اول شي رسمه مستطيل، راح ارسمه وارجع لكم. طبعا هذا الشي واحنا بعدنا ما خلصنا، طبعا يعني هاي دبل مو شرط. أنا ما لون التلفزيون ونعدي المكان ونلونه. هسه راح نرجع لكم 1 2 3. وطبعا هذا شكل لسعي سهل، يعني ماكو واحد بس يعني للمبتدئ، يعني بس وضحت لكم الشغلات. وطبعا هسه هاي النجارير نسويها. هذا مقطع نجان، واذا عجبك الفيديو اضغط لايك، طبعا اشترك بالقناة، فعل زر الجرس وانت معي، اشترك جديد. مع السلامة.